أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة. حلقتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الشعب المعمارية، وهيكون معانا إحدى الشعب المعمارية وهي شعبة أعمال النجارة الصف الثالث. طبعا احنا كنا خدنا الحلقه الاولانيه، الحلقه الاولى خاصه بماده التكنولوجيا، هنكمل النهارده بقيه المواد الفنيه الخاصه بشعبه اعمال نجاره العماره. للتذكره طبعا احنا كنا اتكلمنا ان في بعض المواد عندنا ثلاث فروع ليها، الفرع الاولاني وهو خاص بالمواد الثقافيه زي اللغه العربيه واللغه الانجليزيه وكمان الرياضيات والفيزياء بجانب التربيه الدينيه. اما المواد الفنيه طبعا اللي احنا خدنا فيها ماده التكنولوجيا زي ماده التكنولوجيا وماده الرسم الفني وماده التخطيط واداره الانتاج، لكن في هناك بعض المواد بيدرسها طلبه الاقسام المعماريه بجميع الشعب الموجود فيها زي ماده المساحه، زي ماده حساب الانشاءات وماده الحاسب الالي، بجانب طبعا التدريبات العمليه. النهارده هنتكلم عن المادتين الفاضلين عندنا في المواد الفنيه وهي ماده الرسم الفني ومادة التخطيط وإدارة الإنتاج. وإن شاء الله بإذن الله على وعد إن احنا في حلقات قادمة هنبتدي ناخد الوحدات دي بشكل مفصل بحيث إن الطالب يكون على دراية بجميع المواد الفنية الخاصة بشعبة أعمال نجارة العمارة. النهاردة مع بعض كده نشوف مع بعض كده أول مادة عندنا فني أعمال نجارة العمارة. زي ما احنا قلنا عندنا ما المواد الفنية مادة التكنولوجيا، مادة الرسم الفني، وكمان مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. طبعا دي خاصة بأعمال نجارة العمارة، دي المواد الفنية بتاعتي. في المواد العامة الخاصة بجميع الشعب المعمارية زي مادة المساحة، زي مادة حساب الإنشاءات، وطبعا دي مادة علينا جديدة السنة دي، وكمان مادة الحاسب الآلي، ومادة الحاسب الآلي مهمة جدا السنة دي لأن فيها برنامج مهم خاص بالرسم الهندسي والفني وهو برنامج الأوتوكاد 2D و 3D. هنبتدي نراجع كده بشكل سريع مادة التكنولوجيا اللي خدناها في الحلقة السابقة، وقلنا ان مادة التكنولوجيا في حوالي خمس ابواب موجودين فيها. الباب الاولاني بيتكلم عن نجارة الابواب والشبابيك، الباب الثاني بيتكلم عن السلالم الخشبية، الباب الثالث بيتكلم عن الارضيات الخشبية، الباب الرابع خاص بتكسيد الحوائط او ما يطلق عليها اعمال التجاليد، واخر وحده عندنا واخر باب وهي خاصه باعمال الالومنيوم. يبقى دي الخمس وحدات المقرره علينا في ماده التكنولوجيا. وهنبتدي ناخد برضو بشكل سريع ايه في نجاره الابواب والشبابيك. عندي نجاره الابواب والشبابيك بالنسبه للابواب، عندي باب بحشوات مهرمه، عندي الباب الاسلامي الطراز ضلفتين، عندي الابواب المنزلقه داخل الحائط، في عندي كمان ابواب البلكونات. يبقى دول الاربع ابواب اللي هدرسهم في نجاره الابواب. اما الجزء الخاص بنجاره الشبابيك فيبقى عندي شباك شمسيه وزجاج، وعندي شباك شمسيه وزجاج اللي هي بنسميها الشبابيك الزاويه. طيب لو حبيت اتكلم عن نجاره الابواب والشبابيك، قلنا هنثبت عناصر نقدر نشتغل عليهم زي اول عنصر الاستعمالات، العنصر الثاني المكونات او ما يطلق عليه التفاصيل الانشائيه، العنصر الثالث هنتكلم عن قطاعات الاخشاب والاكسسوارات او الخردوات المستخدمه. وطبعا قطاعات الاخشاب بتتعمل جوه جدول اسمه جدول قطاعات الاخشاب، كذلك الاكسسوارات المستخدمه يفضل ان انت تعملها جوه جدول خاص بالاكسسوارات المستخدمه. هنتكلم عن طريقه التنفيذ وكمان طريقه التركيب. يبقى الخمس عناصر دول هنتكلم عليهم في جميع الابواب والشبابيك. طبعا زي ما احنا قلنا ادي الباب بحشوات مهرمه، الباب الاسلامي الطراز، الابواب المنزلقه داخل الحائط، كمان ابواب البلكونات مهمه جدا، والشبابيك الشمسيه وزجاج، كمان الشبابيك الزاويه. زي ما انت شايف ده الشباك الزاويه، وقلنا هو عباره عن شباكين بيتربطوا مع بعض بواسطه صاري، عشان كده بنسميها الشبابيك الزاويه بصاري. وطبعا ده عباره عن شباكين الغرض منه الحصول على اكبر مسطح من الاضاءه والتهويه. الباب الثاني بيتكلم في نجاره في ماده التكنولوجيا عن اعمال السلالم الخشبيه، ودرس مهم جدا او وحده او باب مهم، لان طبعا لا يخلو امتحان من امتحانات اخر السنه عن سؤال في السلالم الخشبيه، والسؤال بيجي على جزئين ألف تعريف وب تصميم. يبقى أنا السؤال عندي في السلالم تعريف وتصميم. تعالوا نشوف بعض التعريفات.
انا بقول دلوقتي لو انا حبيت اوصل من مستوى لمستوى اخر، زي ما انتم شايفين ده الدور الارضي والاول والثاني، لو انا حبيت اوصل الادوار المتكرره دي فببتدي اعمل صدفه متوسطه وابتدي اوصل ما بينهم بمستويات مائله زي ما انتم شايفين، وابتدي احط فيها درجات عباره عن قايمه ونايمه عشان تبتدي تطلعني او تنزلني من مستوى لمستوى اخر زي ما انتم شايفين. يبقى اذا تعريف السلالم عباره عن مستويات مائله بها عدد من الدرجات يمكن الصعود او الهبوط من دور لاخر من خلالها. طبعا السلالم لازم ازودها بقائم للدرابزين ثم الكبوسته بتاعتنا اللي بسند عليها واتكئ عليها اثناء الصعود او الهبوط. طبعا بزود بعد كده الدرابزين دوت بالبرامج الخشبيه زي ما انتم شايفين. دي فكره سريعه عن اعمال السلالم الخشبيه. تعالوا مع بعض شوف منظور، ادي منظور بيوضح سلم قلبتين، وقلنا لما يكون السلم قلبتين بيكون محل السلم قلبتين او مستطيل، واحنا قلنا محل السلم هي المسافه المتروكه لعمل السلم في المبنى زي ما احنا شايفين، وموجود في عندي صدفه متوسطه وصدفه نهائيه تسمى صدفه الوصول. الصدفه المتوسطه بتكون معده للراحه، اما النهائيه بتكون بتوصلني لباب الشقه. تعريف السلالم بوجه عام، احنا قلنا تعريف السلالم هي مستويات مائله بها عدد من الدرجات يمكن الصعود او الهبوط من دور لاخر من خلاله. يبقى احنا زي ما احنا قلنا التعريف بتاع السلالم بوجه عام. تعالوا مع بعض نشوف فكره السلالم الخشبيه. طبعا السلالم الخشبيه بتختلف عن السلالم الخرسانيه او السلالم المعدنيه، زي ما احنا عارفين مصنوعه من الخشب عباره عن فخدين، والفخد عباره عن لوح خشب سميك احداهما بيثبت مع الحائط بواسطه الكيانات، والاخر بيثبت مع قائم الدرابزين الاول والصاري، وابتدي اعمل مكان القايمه والنايمه زي ما احنا شايفين. هبتدي احفر مكان القايمه ومكان النايمه، وابتدي اعشق القايمه والنايمه مع بعضها بتعشيقه النقر واللسان، وابتدي اثبتها في الفخدين، الفخد الملاصق للحائط والفخد الاخر اللي هو مثبت في قائم الصاري او الدرابزين. زي ما احنا شايفين بيركب احدى الفخدين في الحائط، ادي هو بيبتدي يعمل مكان القايمه ومكان النايمه ويثبتها في الحائط. في حاله اذا كان طول الدرجه كبير او يعني عريضه فبنبتدي نركب فخدين تانيين بس بنسميهم الحمال. يبقى تعريف الحمال هو عباره عن فخد مساعد بيساعد الفخدين الاصليين في حمل الدرجات. زي ما احنا شايفين بيبتدي يثبت القايمه والنايمه زي ما احنا شايفين في الصوره الموضحه امامكم. ده نموذج لسلم قلبتين عبارة عن قايمة ونايمة زي ما احنا شايفين، وادي الفخد الاولاني، الفخد الثاني مثبت مع قائم الدرابزين وكمان الصاري، وبعد كده ببتدي اعشق القايمة والنايمة مع بعضها. ومنساش ان انا اعمل في النايمة حاجة اسمها انف للدرجة عشان ما يبقاش في اصابة اثناء الصعود او الهبوط. طبعا زي ما احنا شايفين ادي البرامج وادي الكبوستة المعدة للصعود والهبوط اثناء الاتكاء عليها في الصعود او الهبوط. زي ما احنا شايفين دي احدى السلالم الخشبيه عباره عن سلالم حلزونيه، برضو هنا البرامج واضحه، والبرامج الغرض منها ان هي بتمنع سقوط الاشخاص في استعمال السلم. ده برضو احدى السلالم الخشبيه، ولكن بنبتدي نستخدم فيها التكنولوجيا الحديثه والالكترونيات بحيث ان السلم برضو يديني شكل فخامه وجمال بعد اعمال التشطيبات. احدى السلالم الخشبيه كمان احدى السلالم التي تستخدم في الفيلات الحديثه زي ما احنا شايفين، بتدي رونق وبهاء للمكان، وكمان ما بتاخدش مساحه كبيره لان ممكن ان انا اعملها في مكان في الركن في مكان او في المنتصف على حسب التصميم الموضوع. بعد كده الباب الثالث اتكلمنا عن الارضيات الخشبيه، وقلت عندي ثلاث انواع من الارضيات. اول ارضيه عندي وهي الارضيه الخشبيه المسكي، ودي اهم ارضيه عندي زي ما احنا شايفين، بنركب المراين من اسفل وكمان بنثبت الالواح من اعلى. وعرفنا ان المراين عباره عن الواح خشبيه قطاع 7.5 في 7.5 او 10 في 10، عباره عن تحليقه، عباره عن علفات بتركب في الاتجاه الموازي، عباره عن دكم عشان تثبت لي العلفات، والدكم بتثبت بطريقه شطرنجيه على مسافات من متر لمتر ونص. بعد كده ببتدي املى الفرق، ادهن طبعا العلفات والتحليقه والدكم، بعد كده ببتدي اركب الالواح بتاعتي واركب الوزره واعمل عمليه القشط زي ما احنا ذكرنا في الحلقه السابقه.
الأرضية التانية عندي اللي هي الأرضية البرقية، طبعا ده كنار بنحطه من نفس قطع البرقية أو ما يطلق عليها في السوق صوابع البرقية. كمان عندي الأرضية التالتة وهي الأرضية البرقية المنسوج، ببتدي أعمل البلاط بتاعي رمل لياسة أسمنتية، ببتدي أثبت البلاط بتاعي، فوق البلاط ببتدي أحط مادة لاصقة وابتدي ألزق قطع أو صوابع البرقية عليها على حسب التصميم الموضوع من قبل المصمم. زي ما احنا شايفين ادي فكره الارضيات الخشبيه، ببتدي على السقف الخرساني ابتدي اركب التحليقه وابتدي اركب العلفات والدكم زي ما احنا شايفين، وادهن العلفات والدكم واملى الفراغ ما بينهم بالرمل النظيف، بعد كده بثبت الالواح في الاتجاه العمودي لفتحه الباب. بعد كده ببتدي اثبت صوابع البرقيه او قطع البرقيه، وقلنا قطع البرقيه عباره عن قطعه بتكون مصنوعه من الخشب الزان او الارو، بطولها بيكون حوالي 25، عرضها حوالي 5 سنتي، وسمكها بيكون 2 سنتي، بتتركب وتبتدي تتشكل بالتصميم الموضوع. ادي بعد ما اتشطبت عملت عمليه طبعا القشط والتلميع والتنعيم، ثم عمليه الدهان باحدى الورنيشات الشفافة زي ما احنا شايفين، بتدي للمكان رونق وبهاء وجمال بسبب استعمال الأخشاب بتاعتي. طيب في حال تركيب الصوابع البرقية أو قطع البرقية على البلاط مباشرة، ببتدي أحط مادة لاصقة زي ما احنا شايفين وابتدي أرص صوابع أو قطع البرقية، وبتكون عبارة عن قطع زي ما احنا قلنا من الخشب الزان أو الأرو، بتكون مفرزة من 4 جهات، وابتدي أعشقها مع بعضها. بعد كده بتتم عملية طبعا التشطيب بتاع الأرضية زي ما احنا شايفين بعد ما دهناها. بعد كده ببتدي أحط لها طبقة من الشمع الطبيعي لكي تحميها من عملية الاحتكاك أثناء استعمال الأرضية. الباب الرابع كنا اتكلمنا فيه عن تكسيات الحوائط او اعمال التجاليد، وقلنا عندي 3 انواع للتجاليد، النوع الاولاني القدمة او السفل، النوع الثاني كان الوزرة، النوع الثالث بنتكلم عن التجليد نفسه. وقلنا القدمة او السفل سميناها قدمة او سفل لانها بتوضع عند قدم او اسفل الحائط، وبيكون ارتفاع حوالي لا يتعدى 35، ولكن في العادة بيكون ماشي مع الراس السفلى بيكون على ارتفاع 20 سنتي. النوع الثاني من اعمال التجليد اللي هو الوزرة، والوزرة بيكون ارتفاع حوالي 1.20 متر أسفل جلسة الشباك. أما التجليد بيكون تغطية الحوائط أو تكسية الحوائط بالألواح الخشبية حتى بطنية السقف، فيطلق عليها أعمال التجاليد الخشبية. تعالوا مع بعض كده ناخد بشكل سريع. القدمة أو السفل هي وزرة من النوع القصير لا يزيد ارتفاعها عن 35 سنتي وتوضع عند قدم الحائط، عشان كده سميناها قدمة أو سفل. طبعا بيكون في منها نوعين، اسفال بسيطه واسفال مركبه. الاسفال البسيطه بيكون من قطعه واحده، اما الاسفال المركبه بيكون من قطعتين او اكثر. اما الوزره بتنفذ الوزرات من قوائم ورؤوس، بتنتهي براس افقيه ممتده بطول الوزره، وتعرف في العاده باسم كبوسطه الوزره، ودي اللي بنحط عليها بعض التحف السمينه. وكمان بيكون ارتفاع الوزره حتى مستوى جلسه الشبابيك، يعني بيكون على ارتفاع حوالي 1.20 متر. تعالوا نشوف كده مع بعض صوره. ادي شكل الوزره، يبقى ادي السفل وادي الوزره، بتكون اسفل فتحات الشبابيك، يعني بتكون على ارتفاع تقريبا 1.20 متر. لو انا زودت التجليد بتاعي حتى بطنين السقف بيطلق عليه النوع الثالث وهو التجليد، ويقصد به تكسيه الحوائط باشكال مختلفه من الاخشاب بهدف اضافه قيمه جماليه للمكان. ادي صوره طبعا بتوضح اعمال التجاليد بشكل كامل، القدمه والسفل الوزره ثم التجليد حتى بطنيه السقف. وكمان بنزود في التقابل السقف مع الحائط او اعمال التجليد بالكرانيش الخشبيه، عشان بتديني شكل جمالي في اعمال التجاليد. المادة النهاردة بقى هنتكلم عن المادة التانية في التخصص، وهي مادة الرسم الفني. مادة الرسم الفني طبعا معروفة من الصف الثاني، مادة مهمة جدا بنرسم فيها جميع الرسومات اللي احنا اتكلمنا عليها في تكنولوجيا اعمال النجارة، من ابواب وشبابيك وارضيات وسلالم وكمان اعمال الالومنيوم. ولكن دايما بيكون التركيز دايما على نجارة الابواب والشبابيك، واحنا زي ما احنا قلنا في اتكلمنا في الاول عندنا الباب بحشوات مورمة مطلوب منك او احدى المشاريع، كمان الباب الاسلامي الطراز وابواب البلكونات والابواب المنزلقه، كمان الشبابيك الشمسيه والشباك الزاويه. دي المشاريع المهمه جدا بجانب الارضيات. طبعا لما احنا بنيجي نرسم الابواب في الصف الثاني كنا بنرسم الابواب بمقياس رسم 1:10 للابواب و1:5 للشبابيك.
نركز في الحته دي. يعني ايه 1/10؟ معناه ان كل واحد متر في الطبيعه بيقابله على اللوحه او على الرسم 10 سنتي، او بنقسم الطول في الطبيعه على 10 اللي هو مقياس الرسم بيديني المقياس على اللوحه. طبعا اللوحه بتاعتنا بتكون حوالي 50 سنتي او نص فرق، بنثبتها زي ما احنا اتعلمنا بالمسطره حرف تي، نبتدي نعمل البرواز ونعمل عنوان اللوحه، بنكتب فيها اسم الطالب واسم المشروع ومقياس الرسم المستخدم عشان خاطر اللي يجي يقرا اللوحه يبقى عارف اللوحه دي خاصه بايه. بعد كده بنبتدي نقسم اللوحه جزئين، منتصف اللي هو الشمال واليمين. في النص الشمال بنبتدي نرسم فيه القطاع الافقي والقطاع الجانبي والمسقط الراسي بمقياس رسم 1/10 للابواب و1 ل5 للشبابيك. في النص الثاني بنبتدي نرسم فيه التفاصيل، وطبعا بيكون عاده في الامتحانات بيكون اما تفصيل مطلوب منك، اما تفصيل او تفصيلتين بيوضحهم لي في المسقط الراسي للباب او الشباك. ببتدي ارسمهم بمقياس نص الحجم الطبيعي اللي هو 1/2، يعني بجيب الطول في الطبيعه وبقسمه على 2، يعني لو الطول 15 بقسمه على 2 يبقى 7 سم ونص. يبقى اذا القطاعات والمساقط، القطاع الافقي والجانبي والمسقط الراسي، برسمه مقياس رسم 1/10. اما التفاصيل بتاعتي عايز اوضح التعشيق، شكل الحليات، شكل قطاعات الاخشاب، ببتدي ارسم تفاصيل تنفيذيه بمقياس نص الحجم الطبيعي. تعالوا مع بعض نشوف، وهناخد جزء بسيط للقطاع الافقي. ماده الرسم الفني للصف الثالث طبعا بنرسم فيها القطاعين الافقي والجانبي والمسقط الراسي، وده بيكون للابواب والشبابيك، ولكن مقياس الرسم للابواب 1/10 ومقياس الرسم للشبابيك بيكون بمقياس رسم 1/5. أول مشروع عندي وهو باب بحشوات مهرمة، زي ما احنا شايفين ده المشروع كامل. تعالوا مع بعض كده نقول المكونات بسرعة، عبارة عن أيمين ومعبرة، وسميت المعبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها. بعد كده الضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلى وتسمى تحليقة. بعد كده بيتوسط هذه التحليقة 4 رؤوس وسطى بيفصل بينهما الصاري، وقلنا الصاري ده بيتعشى مع الراسين بنقر ولسان عشان يفصل لي ما بين حشوتين مهرمتين، اما من جهه واحده او من جهتين، وطبعا من الواضح هنا في القطاع الجانبي ان هي مهرمه من الجهتين. هنبتدي بقى نرسم، طبعا ده البر عباره عن ايمين ومعبره، هنبتدي بالقطاع الافقي بتاعي، بعد كده هبتدي بالقطاع الجانبي والمسقط الراسي. وهبتدي احدد فين القطاع الافقي. انا جبت القطاع الافقي عن طريق ان انا عملت خط القطاع الف الف زي ما احنا شايفين بوضحه على المسقط الراسي، وجبت القطاع الجانبي عن طريق ان انا قطعت راسي او جانبه اهو وبصيت جانبي في القطاع ب ب. بعد كده بيطلب مني تفصيله 1/1، يعني معناها ان عايز يكبر الجزء الافقي دوت، وعايز يجيب تفصيله 2/2 بيوضحها على المسقط الراسي، يبقى اذا عايز يكبر التفصيله الراسيه من اعلى يوضح العتب مع المعبره مع الراس العليا مع جزء من الحشوه. التفاصيل طبعا زي ما احنا قلنا بتترسم بمقياس رسم نص الحجم الطبيعي. تعالوا مع بعض كده نشوف ده القطاع الافقي اللي برسمه. هنوضحه طبعا بشكل مفصل، هبتدي ازاي في القطاع الافقي وبنبتدي من اسفل. تعالوا مع بعض كده نشوفها واحده واحده. اول حاجه برسم خط افقي طوله 15 سم. ليه الخط ده طوله 15 سم؟ لان طبعا انا قلت طول الباب مركب في فتحه مباني طول الفتحه متر في ارتفاع 2 متر 10. المتر طبعا بمقاس 1/10 بيكون 10 سم، وهزود 2 جزء من الحيطه 2.5 و 2.5، يبقى اذا الخط ده طوله كام؟ 15 سم. هبتدي اقسمه 2.5 يمين و2.5 شمال، وانزل سمك الحلق مع مين؟ مع طبعا بالايه؟ بالحائط. يبقى بيكون سمك الحلق 15، طبعا الحائط بالمحاره بيكون 15، يعني 1.5 سم. يبقى انا هبتدي ابعد 2.5 يمين و2.5 شمال وهنزل 1.5 سم، ونقفل الحائط بتاعنا وما ننساش نعمل خط القطع. بعد كده ببتدي اعمل البياض بتاعي او المحاره بتاعتي سمكها 1.5 من اعلى، 1.5 و1 سم خلوص. برضو نفس النظام بكمله الناحيه الثانيه، وابتدي اعمل التاشير بتاعي بيكون تاشير الحائط على خطين متوازيين، خط بيكون تقيل وخط بيكون خفيف، ما ننساش نعمل خط القطاع. بعد كده ببتدي اعمل الحلق بتاعي، باخد 0.5 سم، طبعا الحلق 15 × 5، الخمسه بتكون 0.5 سم يمين و0.5 سم شمال. بعد كده بطلع 1 سم للحلق وابتدي اوصل ما بينهم، وباخد 1 مللي افريز يمين 1 مللي افريز شمال. بعد كده اوصل، اصبح سمك الحلق بعد عمل الافريز كام؟ 4. يبقى سمك الحلق من هنا 5 اللي هو 0.5 سم، من هنا 4 يبقى كام؟ 4 مللي، وادي ال 1 مللي اللي هو سمك الحلق بعد عمل الافريز. ببتدي اخد قايم الحلق يمين وقايم الحلق شمال، ال 10 سم تبقى 1 سم، وابتدي اقسمها واعمل المفحار في المنتصف زي ما احنا شايفين.
بعد كده ابتدي اركب الصهاري في المنتصف، بقيس المسافه ما بين الايمين واجيب المنتصف بتاعها والصهاري اعمله 10 سنتي، هيبقى 1 سنتي على الرسم. هياخد نص يمين ونص شمال بعد ما اوصف المنتصف، وابتدي اعمل المفحار، طبعا المفحار بيكون 1 ملي، وابتدي اركب الحشوه المهرمه من الجهتين بالشكل ده. بعد كده ما ننساش نركب البر من الجهتين زي ما احنا شايفين، بركب البر على نص الحل، ببتدي على نص الحلق دي 4 ملي يبقى 2 ملي، ابتدي اطلع 1 وادخل 1 سنتي اللي هو عرض البر، واطلع 3 ملي وابتدي اوصل البر بشكل مايل، لان بيتعمل على زاويه 45، طبعا بعمله الناحيه الثانيه برضو على نص الحل ملي 3 ملي وابتدي اوصل. برضو ما ننساش ان احنا نعمله من الجهتين، لان سمك الحائط 12 يبقى البر منين؟ من الجهتين زي ما احنا شايفين. ما ننساش برضو نعمل تاشير الخشب بتاعنا، حلقات سنويه والاشعه النخاعيه، ونبتدي نفنش اللوحه. طبعا هنتكلم عليها في الحلقات السابقه ان شاء الله بالتفصيل، ازاي نفنش اللوحه وازاي نظهرها وازاي نكتب الابعاد والتفاصيل البيانات بتاعتي، ولكن حابب بس اوضح كجزئيه للقطاع الافقي بشكل بسيط. بعد ما رسمت القطاع الافقي ابتدي ارسم القطاع الجانبي به زي ما احنا شايفين بمقاس رسم 1:10، الارتفاع 2 متر 10 يبقى 21 سنتي. بعد كده هبتدي من القطاع الافقي والجانبي اطلع المسقط الراسي، عمليه اسقاط من الافقي والجانبي زي ما احنا شايفين. بعد كده ببتدي ارسم التفاصيل اللي هو قال لي عليها 1:1 و2:2، طبعا 1:1 بتوضح لي الحائط اهو زي ما احنا شايفين، وادي قايم الحل والبر طبعا من الجهتين، كمان بركب قايم الضلفه، وادي جزء من الحشوه، هو عايز جزء من الحشوه المهرمه. طبعا يفضل ان انت برضو تطلع خطوط خفيفه وتبتدي توضح قطاعات الاخشاب، الحشوه سمك 3:75، قايم الضلفه 10:5، قوائم الحلق 15:5. طبعا التفاصيل بنرسمها بمقياس رسم نص الحجم الطبيعي. يبقى ده بالنسبه للقطاع الافقي، وادي الجزئيه اللي موجوده في القطاع الجانبي من اعلى بيوضح لي العتب، طبعا ده عتب خرساني، يبقى هنوضح فيه الكانه والحديد التسليح. بعد كده ببتدي اركب المعبره 15:5، طبعا ال 15 بمقياس رسم نص الحجم الطبيعي هتبقى 7.5، والخمسه هتبقى 2.5 سم. بعد كده بركب الراس العليا وابين جزء برضو من الحشوه، ووضح برضو ان دي تفصيله 2:2، ووضح عليها قطاعات والبيانات بتاعتي، الراس العليا 10:5، معبره الحلق من قطاع 15:5. دي التفاصيل اللي هو بيطلبها منك مع المساقط والقطاعات. المشروع الثاني عندك في الرسم وهو باب اسلامي الطراز، برضو الافقي والجانبي، ومن الاثنين بنطلع المسقط الرأسي. طبعا عندي هنا المفروكة دي مفروكة عدلة، لان احنا عندنا الحشوات الاسلامية عبارة عن مفروكة عدلة ومفروكة ميلة، واتكلمنا عليها في مادة التكنولوجيا. هنا 1.40 متر، طبعا بمقاس 1:10 تبقى 14 سنتي، ال2 متر 10 بمقاس 1:10 تبقى 21 سنتي. الباب الثالث او المشروع الثالث عندنا باب منزلق داخل الحائط، من اسهل الابواب، وده باب تجليد. طبعا هنا شكل النقط دي او الشرط دي عشان يوضح لي ان في قوايم وفي كمان صواري ورؤوس في المنتصف، ولكن الفراغ دوت بغطيه بالتجليد الابلكاج. بعد كده ببتدي اوضح برضو شكل المقبض، والمقبض طبعا بيكون للضلفتين عشان بيتم انزلاق الدلف ذهابا وايابا في مستوى راسي عن طريق جهاز انزلاق من اعلى ودليل من اسفل، واتكلمنا برضو عليها. وبنركب فيه قوايم الدلف من ناحيه القوايم، من ناحيه الحائط بنركب مصد كاوتش عشان عمليه الاحتكاك اثناء الفتح والايه والقفل. ده الباب المنزلق داخل الحائط. المشروع اللي بعد كده وهو باب البلكونه، من المشاريع المهمه جدا ويجب التركيز عليها، لان طبعا لو ركزت على باب البلكونه بالنسبه للشبابيك الشمسيه والزجاج بتكون شبيهه جدا لابواب البلكونات. طبعا برضو مركب فتحه مباني طول في ارتفاع، دايما النجاره طول في ارتفاع، طول الفتحه 1.40 متر، ارتفاع الفتحه بيكون ثابت 2 متر 10، ال1.40 متر 14 سنتي بمقاس رسم 1:10، اما ال2 متر 10 بيكون 21 سنتي. عندي ضلفتين بيبين لي في المسقط الراسي، نص من الداخل ونص من الخارج. نص من الداخل بيبين لي ضلفه من الضلفتين الازاز، اما الاربع ضلف ما بيبين لي منهم ضلفتين. تمام كده؟ طبعا ده ورق الشمسيه، وقلنا مميزات ورق الشمسيه اللي بيتركب على على مكنه الملكان مائل الى جهه الخارج على زاويه 45، مميزاته حجم اشعه الشمس، حجم رؤيه ما بداخل الحجره، تجديد الهواء بالحجره، لان بيكون المسافه ما بين الورقه والورقه بيكون 3 سنتي. عندي الشبابيك الشمسيه بتكون عباره عن جزء من الابواب البلكونات زي ما احنا شايفين، 3 ضلف بيبين منها ضلفه ونص ازاز
واربع دولف بيبين منها ضلفتين، لان المسقط ده نص من الداخل ونص من الخارج. كمان عندي الشبابيك، الزاويه من الشبابيك المهمه جدا وبرضو نركز عليها، لان برضو في بعض الامتحانات بتيجي وبتكون صعبه شويه على الطالب، ولكن احنا ان شاء الله هنبسطها في عمليات الشرح في الحلقات القادمه باذن الله. طبعا ده القطاع الافقي للشباك، الزاويه عباره عن قطاعين او شباكين، فبنبين القطاعين الافقي ليهم وبنربطهم مع بعض في الزاويه، وادي الحائط اللي في الزاويه يمين والحائط اللي في الزاويه شمال، وده القطاع الجانبي. وطبعا وانا قاطع جانبي ببص اشوف الضلفتين بتوع الايه الجزء او في الزاويه اللي هم الضلفتين اللي موجودين في الشباك الزاويه. يبقى احنا كده عرفنا بالنسبة لمادة الرسم الفني المشاريع المطلوبة منك فيه على مدار طبعا السنة. واحنا ذكرنا برضو قبل كده ان انت ما عندكش امتحان ترم، ولكن انت بتمتحن في اخر السنة امتحانات الدبلومات الفنية، بيكون ليها ميعاد محدد وبيكون كل مادة في يوم، يعني ما بيكونش عندك مادتين الا مادة العربي واللغة او التربية الدينية، هما دول المادتين الوحيدين اللي بيكون في يوم واحد، لكن بقية المواد كل يوم منفصل بمادة منفصلة، وبيكون تقريبا في المواد الثقافية ساعتين، اما في مادة الرسم الفني بيكون الزمن 4 ساعات، وطبعا بيكون الامتحان ال4 ساعات يا دوبك بيكفي، لان مطلوب منك مساقط وقطاعات وتفاصيل توضح فيها كل اللي احنا قلنا عليه. طبعا هنبتدي مع بعض وازاي نرسم كل قطاع بمقاس رسم بتاعه، سواء كان في الابواب او الشبابيك، ونوضح القطاع الافقي ونوضح القطاع الجانبي، وازاي نطلع من القطاعين المسقط الرأسي سواء كان نص من الداخل او الخارج، وبعد كده ازاي نوضح التفاصيل بتاعتي بمقياس نص الحجم الطبيعي. ان شاء الله في الحلقات القادمة هنوضح الجزئية دي بشكل مفصل. المادة الثالثة عندي وهي مادة مهمة جدا خدناها في الصف الثاني، وهي مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. مادة التخطيط من المواد برضو المهمة، لان دي الثلاث مواد بتوع التكنولوجيا رسم تخطيط عصب التخصص في أعمال النجارة. طيب مادة التخطيط بتتكلم عن ايه في الصف الثالث؟ بتتكلم عن جزئين، الجزء الاولاني بيتكلم عن المناقصات والعطاءات، والجزء الثاني بيتكلم عن اعمال المقايسات. طبعا في اعمال المقايسات بنعمل كشف كمية وكشف مغلق، ودي هنتكلم عليها النهاردة، وهنراجع شكل بسيط كده، هناخد المشروع الاولاني ولكن بنفس المنهج بتاع الصف الثاني، يعني جزئية بسيطة من غير الزيادات، لان احنا ان شاء الله باذن الله بعد كده في الحلقات القادمة هنوضح الجزئية دي بشكل مفصل ودقيق. طيب بالنسبة للمناقصات والعطاءات اللي هو الجزء الأول في مادة التخطيط، أنا دلوقتي حابب أوضحها بشكل بسيط. يعني إيه مناقصات وعطاءات؟ أنا دلوقتي لو صاحب مشروع وعايز أعمل مبنى معماري، فأنا دلوقتي كصاحب المشروع أو كمالك للمشروع ببتدي أروح لمكتب استشاري. المكتب الاستشاري بياخد مني جميع المعلومات المطلوبة في العمارة السكنية اللي أنا عايز أعملها. يعني العمارة بتكون الأدوار بتاعتي كام دور، الشقة عبارة عن كام شقة، بوضح كل الحاجات اللي أنا عايزها للمهندس الاستشاري. المهندس الاستشاري بياخد مني المعلومات ويترجمها بشكل هندسي في كراسة بتسمى كراسة المواصفات. يبقى أول حاجة بيعملها المهندس الاستشاري بياخد المعلومات من المالك ويبتدي يوضحها بشكل هندسي ويحطها جوه كراسة اسمها كراسة المواصفات، وكراسة المواصفات بيكون جميع المواصفات فيها، يعني مفيش اي حاجة ناقصة، جميع المواصفات المطلوبة في المبنى موجودة في كراسة المواصفات، من حيث السعر، من حيث التشطيبات، كل جميع المواصفات الخاصة بالمبنى. بعد كده المهندس الاستشاري بياخد الكلام ده كله وبيحوله الى رسومات معمارية ويبتدي يستخرج بيها اللي هو الرخصة بتاعة البناء. بعد ما عمل الكلام ده كله بيبتدي يطرح المناقصة بتاعته او الكراسة دي، بيسلمها في مناقصة عن طريق اما مناقصة عامة او محددة. يعني ايه مناقصة عامة؟ ببتدي اعلن عنها في الجرائد الرسمية، ابتدي اوضحها في الجرائد واعلن عنها لجميع المقاولين، ويبتدي يدخل فيها المقاولين المعروفين والمسجلين في سجل المقاولين المعروفين لدى الدولة. طيب لو انا حبيت النوع الثاني من المناقصات بتكون مناقصة محددة او مقفلة، بتكون محددة على مجموعة من المقاولين المعروفين ذوي السمعة الطيبة، ببتدي اشوف مقاول او اثنين او ثلاثة وابتدي اختارهم بعملية المبنى وابتدي اديهم كراسة المواصفات، وبعد كده ابتدي ادفعه تأمين ابتدائي. طيب بالنسبة للمناقصة العامة والمحددة بيتم طبعا المالك بياخد الكراسة ويبتدي يسلمها للمهندس التنفيذي بتاعه المعين من قبل المقاول، ويبتدي يعمل المقايسة بتاعته للمبنى ويبتدي يشوف التكلفة بتاعته ويوضحها لمين؟ المهندس الاستشاري. المهندس الاستشاري بياخد أقل سعر،
يبتدي يفرز المقايسات كلها وياخد اقل سعر في حاله طبعا سحب الكراسه. بيدفع تامين ابتدائي بيكون قدره 2% من التامين من مجمل المقايسه بتاعتي. بعد كده اذا رسى على احد المقاولين العطا بيبتدي يكمل التامين بتاعه ال 10%. بعد كده بياخد الرسومات بتاعته والترخيص ويبتدي اعمال البناء. يبقى احنا اتكلمنا عن المهندس الاستشاري، اتكلمنا عن المالك، اتكلمنا عن المقاول، واتكلمنا عن المهندس التنفيذي، وعرفنا ايه هو التامين الابتدائي والتامين النهائي وايه هي كراسه المواصفات. يبقى ده بشكل سريع. بيبتدي طبعا المقاول ياخد رخصه البناء ويبتدي ياخد الرسومات المعماريه ويديها للمهندس بتاعه ينفذ المشروع بتاعه كما مطابق لكراسه المواصفات. طبعا ما ينفعش اننا اخلف المواصفات بتاعتي، لان مكتب الاستشاري بيعين من قبله مهندس بيتابع عمليات التنفيذ. فاذا اتم المهندس والمقاول اعمال التنفيذ طبقا للكراسة في المواعيد المحددة والموجودة في كراسة المواصفات، بيتم اعطائه مكافأة عن كل طبعا حاجة عملها بالشكل في المواعيد المحددة. اما اذا تاخر عن اتمام العمل بيتم توقيع عليه غرامه، والكلام ده كله بيكون مذكور في كراسه المواصفات. طبعا بيتم اعمال التسليم الابتدائي، بعد كده بيتم اعمال التسليم النهائي. ده بشكل بسيط للمناقصات والعطاءات الموجوده عندنا. تعالوا مع بعض كده نشوف بعض التعريفات الخاصه بالمناقصات والعطاءات. طبعا ماده التخطيط وهي الماده الثالثه واللي هنتكلم عليها النهارده بشكل مفصل، ماده التخطيط واداره الانتاج. الباب الاولاني بنتكلم عن المناقصات والعطاءات، لان احنا قلنا عباره عن جزئين، الجزء الاولاني خاص بالمناقصات والعطاءات، والجزء الثاني خاص باعمال المقايسات والمقايسات اللي احنا خدناها في الصف الثاني. تعالوا نشوف اول حاجه المناقصه اللي احنا اتكلمنا عليها، المناقصه العامه، وهي التي يسمح فيها لاي من المقاولين اي مقاول دخولها مع اشتراط ان يكون مسجل في سجل المقاولين المعروفين طبعا والمعتمدين من قبل الدوله، ويعلن عن هذه المناقصة بالجرائد العامة أو الجرائد الرسمية. المناقصة الثانية اللي احنا قلنا عليها وهي المناقصة المقفلة أو المحددة. محددة يعني بتكون محددة على مجموعة من المقاولين المعروفين، وقلنا بيكون سمعتهم في السوق طبعا السمعة الحسنة وأعمال التشطيب الجيدة، فطبعا دي بتوعيني ان انا ابتدي اوضح لهم ان في مناقصة ويبتدي يخشوا فيها، وابتدي برضو يدفع برضو التأمين الابتدائي ويرسى على احد المقاولين، او ممكن ان انا اشرك في حالة تساوي احد العطائين ببتدي اشرك مقاول او اتنين في الاعمال التنفيذ. يبقى المناقصة الثانية وهي المناقصة المقفلة أو المحددة، وهي التي يقوم فيها صاحب العمل اللي هو المالك باختيار عدد من المقاولين المعروفين ودعوتهم لتقديم عطاءاتهم، وهذه المناقصة لا يعلن عنها في الجرائد، ولكن بيتم إبلاغهم إما تلفونيا أو عن طريق التلغراف أو في البريد. بعد كده بنتكلم عن مسؤولية المقاول. المقاول هو مسؤول عن اتباع لوائح التنظيم، كذلك الصحة والسلامة المهنية، ودفع أجور العمال والتأمين عليهم، وجميع الأعمال بتستمر تحت مسؤولية المقاول. المسؤولية الثانية طبعا مسؤولية المالك اللي هو صاحب المشروع أو صاحب العمل. مهمته هي وصف الأعمال المطلوبة طبعا زي ما احنا قلنا بيوصف الأعمال بتاعته للمهندس الاستشاري، وتقديم الرسومات والمواصفات ودفع المستحقات لمين؟ للمقاول. طيب المهندس المعماري والمقاول ايه مسؤوليتهم؟ طبعا بيضمن المهندس المعماري المعين من قبل المقاول وكذلك المقاول ما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم سواء كان جزئي او كلي فيما شيدوه من مبنى، ده الضمان بتاعهم بيضمنوه لمده 10 سنوات. مسؤولية المهندس الاستشاري، طبعا زي ما احنا قلنا المهندس الاستشاري هو المسؤول عن تحضير كراسة المواصفات واعداد الرسومات والمواصفات والاشراف على التنفيذ. كمان بعد ما بيعمل الرسومات وكراسة المواصفات كمان بيعين من قبله مهندس بيشرف لي على اعمال التنفيذ المنفذه من قبل المهندس المعين من المقاول. هيبقى الاشراف وكذلك الاشراف على تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، وعلى المقاول الحصول على كافه البيانات اللازمه من المهندس الاستشاري. بعد كده بنتكلم عن الاستلام الابتدائي، وقلنا الاستلام الابتدائي عباره اذا اتضح ان العمل قد تم لشروط العقد فيحدث الاستلام الابتدائي ويحرر محضر من 3 صور.
يبقى بعد ما بيتم الاستلام ابتدائي بيتعمل من محضر 3 صور، بيعطي احداها للمقاول، واذا ظهر ان الاعمال لم تنفذ فان عمليه الاستلام بتؤجل الى اكمال الاعمال المطلوبه. يبقى في حاله ان الاعمال المشروع انتهى كبدايه بيبتدي يحصل فيه استلام الابتدائي، وبيتحرر من محضر 3 صور، بندي احدى الصور دي للمقاول، ولكن اذا تم عكس ذلك فبتؤجل الاعمال الى اتمام الاعمال، وبيوقع عليه غرامه التاخير اللي احنا قلنا عليها، وبتكون مذكوره في الكراسه المواصفات سواء كان كل يوم او كل اسبوع. اما الاستلام النهائي قلنا إذا قام المقاول بكل ما عليه من التزامات، نفذ جميع ما عليه من التزامات في المواعيد المحددة وطبقا لشروط العقد، بيتم الاستلام النهائي طبعا برضو من محضر وثلاث صور، ويرد إليه تأمينه اللي هو دفعه كمله من 2 لـ10، ولا يعتبر الاستلام النهائي قد تم إلا إذا تم إثباته في المحضر اللي احنا قلنا عليه وموقع عليه من مهندسي المالك. يبقى الاستلام الابتدائي والاستلام النهائي، وعرفنا التأمين الابتدائي قدره 2% والتأمين النهائي بيكون قدره 10%. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن الجزء الخاص بالمناقصات والعطاءات كبداية بجزء سريع، ولكن في بعض التفاصيل وبعض الشروط هنتكلم عليها اذا طبعا تم الاخلال بالاعمال المذكورة، امتى اسحب العمل بتاعي من المقاول، امتى انفذ الاعمال بتاعتي، هل يا ترى بعد ما بيتم سحب العمل نتيجة تأخر، نتيجة الاهمال، نتيجة توقف العمل، لان طبعا في مشرف من المهندس الاستشاري بيشوف المشروع، بيشوف الاعمال تمت في المواعيد المحددة ولا متأخر عن المواعيد المحددة في كراسة المواصفات. طبعا إذا تم ذلك بنعلنه مرة 2، بعد كده بيتم سحب العمل وبيتم إسناد العمل إما عن طريق طرح مناقصة جديدة أو إسناد العمل إلى أحد المقاولين المعروفين. كل الحاجات دي كلها هنذكرها طبعا بالتفصيل في شرح الحلقات القادمة إن شاء الله، ولكن الجزئية الخاصة النهاردة وهي الجزئية الخاصة بأعمال المقايسات، إزاي نعمل كشف الكمية، إزاي نعمل كشف المغلق، ايه الغرض من كشف الكمية وايه الغرض من كشف المغلق، ونعرف ايه هو المغلق وايه الاخشاب اللي احنا بنستعملها. طبعا قلنا قبل كده في الصف الثاني ان انا بشتغل على الخشب المسكي في الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث، وثبتنا الخشب المسكي لان ليه اطوال، ليه عروض، ليه سمك مختلفة عن بقية الاخشاب، ولكن الاطوال الموجودة في المغلق، والمغلق هو المكان اللي انا بجيب منه الخشب، الاطوال بتاعة الخشب المسكي بتكون موجودة من 3 لـ6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي، يعني بزود في الطول 30 سنتي، 3، 3.30، 3.60، 3.90 وهكذا حتى 6 متر، يبقى الأطوال الموجودة من 3 ل 6 متر، ولكن هناك أطوال بتصل إلى 7.20 متر بنسميها أطوال نادرة أو شاذة، موجودة عند بعض التجار ولكن مش موجودة بكثرة في السوق، لكن الموجود في السوق من 3 ل 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي. اما العرض بيكون من 7.5 سنتي الى 30 سنتي بزياده قدرها 2.5 سنتي، يعني بزود في العرض 7.5، 10، 12.5، بزود 2.5 الى 30 سنتي. في حاله ان انا لو حبيت اعمل عروض اكبر من العروض الموجوده 30 سنتي ببتدي اجيب عرضين او 3 أو 4 وابتدي اعمل عمليه تسمى عمليه اللحامات، واحنا عرفنا اللحامات هي عباره عن لصق لوحين او اكثر للحصول على مقاسات غير موجود منها في الاسواق، لان اخر عرض عندي 30 وانا عايز اعمل مثلا ديسك عرضه 90، يبقى هجيب لوح 30 30 30 وابتدي اعمل لهم عمليه ايه اللحامات بتاعتي علشان يبديني الاطوال او العرض الغير موجود فين في السوق. بعد كده عندي السمك بيكون من سمك 2.5 لـ10 اللي هي بوصة لـ4 بوصة، والبوصة طبعا قلنا تقريبا حوالي 2.5 سنتي، يبقى ده الخشب المسكي اللي انا بجيبه من المغلق بالاطوال من 3 لـ6 وعروض من 7.5 لـ30 والسمك من 2.5 إلى 10 سنتي. تمام. بعد كده عند حل اي مقايسة في اعمال النجارة لابد من عمل الكشوفات الاتية. الكشف الاولاني بنتكلم عن كشف الكمية التفصيلي، وقلنا الغرض منه ايجاد اطوال الاخشاب، بعرف اطوال الاخشاب بتاعتي بالمتر الطولي، وتعتبر المقايسه الكميه الاساس اللي بشتغل عليه في بعد كده في كشف المغلق. الكشف بتاعها زي ما احنا خدناه في الصف الثاني، بند بيان الاعمال، العدد، القطاع بالسنتي، عرض سمك، الطول بالمتر، هي دي الخاصة بكشف الكمية، ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي، ملاحظات، عشان كده بكتب في اول الكشف بالمتر الطولي خشب مسكي لزوم. الكشف الثاني عندي كشف المغلق، والغرض منه ايجاد كميه الاخشاب بالمتر الايه المكعب، متر مكعب يعني طول في عرض في سمك، الجدول بتاعها، بند بيان الاعمال، العدد، المقاسات بالمتر، طول عرض سمك،
طبعا دي اختصارات جزئيه كميه جزئيه في حاله لو البند ما اتحطوش مع بعض في لوح واحد ببتدي اجزئه على لوحين او ثلاثه او اربعه، بعد كده بجمع البند واحطه في الكميه والتفصيلات بوضح التفصيلات بتاعه البنود بتاعتي من حيث العرض والسمك. تعالوا مع بعض كده نشوف. طبعا زيادات التشغيل اللي احنا بنستعملها بتكون عباره عن 0.25% والتلسين بيكون 2 × 2.5 او 2 × 25 من 1000 لان بشتغل بالمتر. الضفر بزوده في القوايم وعندي قوايم حلق وقوايم ضلفه، اما التلسين بزوده في المعبره وكمان بزوده في الرؤوس زي الرؤوس العليا والوسطى والسفلى وكمان الصواري. دي زيادات التشغيل بتاعتي. بوضح هنا ده لوح خشبي، لو انا حبيت انقر قريب من القايم بتتم عمليه كسر او شلع في القايم، فببتدي احمل معايا 5 سم ضفر وانقر بعد ال 5 سم علشان ما يحصلش اهدار في عمليه الاخشاب. بعد كده طبعا لازم اعرف يعني ايه فتحه مباني وفتحه نجاره. طبعا طول الفتحه فتحه المباني من الحائط للحائط، اما فتحه النجاره بتكون من قايم الحلق القايم الحلق، ودي بنسميها فتحه نجاره طبعا بفراغ كام 1 سم خلوص يمين وخلوص شمال. اما فتحه النجاره وفتحه المباني في طول في ارتفاع الفتحه، فتحه النجاره من المعبره للبلاط، اما فتحه المباني بيكون من بدايه العتب للبلاط بتاعي بفرق 1 سم عن فتحه النجاره. تعالوا مع بعض كده نشوف. وادي سمك الحلق بعد عمل الفريز، سمك الحلق بيكون 5 سم لكن بعد عمل الفريز بيكون كام؟ 1 سم زي ما انتم شايفين. ده الافريز اللي بعمله عشان يكون مصد للباب في اثناء الايه الغلق. وادي شكل منظور، ادي سمك الحلق 5، سمك الحلق من هنا كام؟ 4 سم لان بشيل منه 1 سم افريز في حاله غلق الايه الباب او الدولاب. تعالوا مع بعض كده ناخد مقايسه سريعه على الباب اللي هو بحشوات مهرمه. طبعا بيجيب لي المسقط الرأسي ويقول لي عبارة عن المسقط الرأسي لباب خارجي بحشوات مهرمة من الجهتين، ضلفة واحدة مصنوع من الخشب المسكي زي ما احنا اتكلمنا جميع الاخشاب الخشب المسكي، مركب على فتحة مباني طول في ارتفاع طول متر في ارتفاع 2 متر 10. طبعا الباب بيكون ضلفة واحدة وهو ذكرها لي في بداية المقدمة بتاعة السؤال. على حائط سمك 12 يبقى اذا البر منين؟ من الجهتين، والمطلوب كشف كمية تفصيلي وكشف مغلق لعدد 4 أبواب. ادي المسقط الرأسي اللي مدهوني طبعا باب بحشوات مهرمه، موضح لي طول الفتحه متر، ارتفاع الفتحه بيكون 2 متر 10 ذكرها لي في بدايه السؤال. بيديني جدول قطاعات الاخشاب، بند بيان الاعمال، قطاع عرض سمك، ملاحظات، بيدوني في المقايسه بيقول لي ان الحلق بتاعي قوايم ومعبره من قطاع عرض 15 في سمك 5. طبعا انا حافظ الكلام دوت من ماده التكنولوجيا. القوائم رؤوس عليا ووسطى 10 في 5، الراس السفلى 20 في 5 طبعا بيكون اعرض، الصواري 7.5 × 5 ولكن في المغلق بجيبها من قطاع 15 × 5، قوائم ومعبرة البر 10 × 1.9 سم، الحشوات سمك 3 سم و8 من 10. تعالوا مع بعض نبتدي اول كشف هو كشف الكمية. ببتدي اسطر الجدول بتاعي بالمواصفات بتاعتي، بند بيان الاعمال، العدد، القطاع عرض سمك، الطول بالمتر، ده الغرض من كشف الكمية. بكتب الملاحظات بتاعتي، ببتدي اقول في بداية الكشف بالمتر الطولي خشب مسكي لزوم. طبعا انا بكلم طالب الصف الثاني عارف الكلام ده ايه، ولكن حابب اذكره بحيث ان هو يكون عنده درايه، وده مشروع اول مشروع عندك في ماده المقايسات. اول حاجه لزوم قوائم الحلق، ما ينفعش اخد القوايم مع المعبره لان القوايم بزود فيها ضفر والمعبره بزود فيها تلسين. القوايم موجوده في فتحه 2 متر 10 والمعبره موجوده في فتحه متر. هبتدي اول بند عندي بند واحد قوائم الحلق، طبعا من العدد 2 قايمين من قطاع عرض 15 في 5 جبتهم من قطاعات الاخشاب، ببتدي اقول له فتحه المباني 2 متر 10، بشيل خلوص من اعلى فاصبحت فتحه نجاره 2 متر 9، وبزود ضفر اللي احنا قلنا عليه بنزوده في القوايم 2 × 5 من 100 يبقى 2 متر كام؟ 19. تعالوا نوضح الجزئيه دي، 2 متر 19 واكتبها فين؟ في الطول بالمتر. تعالوا نوضح الجزئيه دي، ادي قايم الحلقه اهو، عايز اعرف طوله قد ايه؟ لان الغرض من كشف الكميه ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي. تعالوا نعرف طول قايم الحلقه قد ايه؟ اولا القايم موجود في فتحه كام من الارضيه للعتب 2 متر 10، بشيل 1 سم خلوص من اعلى اللي هو الفراغ اصبحت فتحه نجاره 2 متر كام 9، بزود عليها طبعا ده قايم بزود زيادات التشغيل بتاعتي اللي هي الضفر 2 × 5 من 100 يبقى 10 و2 متر 9 يبقى طول كام 2 متر 19. تعالوا مع بعض نشوف المعبره بجيبها ازاي، انا عايز اعرف طول المعبره من اولها لاخرها. طيب المعبره دي موجوده في فتحه مباني كام متر، بشيل خلوص يمين 1 سم
بشيل خلوص شمال 1 سنتي اصبحت فتحه نجاره 98، بشيل 2 سنتي من متر يبقى دي كام؟ 98، ودي اللي بسميها فتحه نجاره. بعد كده هزود، بزود في المعبره والرؤوس تلسين، 2 في 2.5 معناها 2 في 25 من 1000، يبقى 2 في 2.5 ب 5 على ال 98 تديني متر وكام؟ 3. يبقى طول المعبره بالزياده متر 3، ولكن بحطها فين؟ في جدول كشف الكميه التفصيل. يبقى البند رقم 2 معبره الحل، العدد واحده معبره، عرض 15، سمك 5، عايز اجيب الطول بالمتر، بقول فتحه مباني متر، بشيل خلوص من الجهتين. طبعا بكتبها ما بين قوسين، اي حاجه مضروبه عندنا بحطها ما بين قوسين، 2 في 1 من 100. ليه 1 في المية؟ 1 من 100 لان شغال بالمتر، 1 يمين 1 شمال، يبقى 2 في 1 من 100. وبزود 2 في 5، طبعا زياده بالزائد، بالزياده التشغيل، 2 في 2.5 معناها 2 في 25 من 1000، يبقى دي 5 بالزياده و2 بالناقص، يبقى 3 معايا بالزياده احطهم على المتر، يبقى عندي الطول كام؟ متر 3، واحطه في بند الطول بالمتر. طيب بالنسبه لقوائم الضلفه، قوائم الضلفه بجيبها ازاي؟ عايز اعرف طول الاي من بدايته لنهايته زي ما احنا شايفين على السلايد. موجود في فتحه 2 متر 10، يبقى فتحه المباني 2 متر 10. هبتدي اشيل خلوص من اعلى، هبتدي اشيل سمك المعبره بعد عمل الافريز، هبتدي اشيل خلوص ارضيه عشان يمنع احتكاك الباب في الفتح والقفل. يبقى دي عندي بالناقص 1 و4 5 و1 6، 6 من 2 متر 10 يديني 2 متر 4. طبعا ده قايم، ازود زياده التشغيل ضفر ولا تلسين؟ طبعا بنزود في القوايم ضفر، 2 في 5 من 100 يبقى 10، 10 على 2 متر 4 يبقى 2 متر كام؟ 14. طبعا الشريحه دي خاصه بالتوضيح، ولكن هبتدي احط في كشف الكميه بند رقم 3 البيان الاعمال قوائم الضرف او الضلفه. العدد طبعا عندي ضلفه واحده قايمين، العرض 10 والسمك 5 بجيبها من جدول قطاعات الاخشاب. بجيب الطول بالمتر ازاي؟ ببتدي في الملاحظات اقول له فتحه النجاره شلنا الخلوص اهو بقت 2 متر 9، هنقص سمك المعبره بعد عمل الافريز 4 من 100، وازود ضفر 2 في 5 يديني 2 متر كام؟ 14، احطهم في طول بالمتر. طيب عايز اجيب الراس العليا، طبعا الراس العليا والراس الوسطى والراس السفلى زي بعض بالظبط، يعني البند ده عباره عن ثلاث بنود بعرفهم في بند واحد. ازاي بجيب الراس؟ ببتدي اشوف هي موجوده في فتحه كام؟ متر. هبتدي اشيل خلوص يمين وخلوص شمال، 1 سم يمين و1 سم شمال، اصبحت طبعا فتحه نجار. واشيل سمك قايم الحلق يمين بعد عمل الافريز، واشيل سمك قايم الحلق شمال بعد عمل الافريز. طبعا سمك الحلق بعد عمل الافريز 4، يبقى بشيل 1 و4 5، 5 يمين و5 شمال يبقى 10، 10 من متر يبقى طول الراس العليا كام؟ 90 سم، طبعا الراس الوسطى كذلك والراس السفلى. يبقى طلعنا ان الراس كام؟ 90. هبتدي ازود عليها زياده التشغيل طبعا تلسين، بزود في الرؤوس تلسين، 2 في 2.5 معناها 2 في 25 من 1000، وقلنا هنحطهم ما بين قوسين ما دام مضروبين، يبقى 2 في 2.5 ب 5 على ال 90 يبقى 95. تاني بقول فتحه المباني متر، هشيل خلوص يمين وخلوص شمال، 1 سم يمين و1 سم شمال، هشيل سمك المعبره يمين وسمك المعبره شمال بعد عمل، او سمك الحلق قايم الحلق يمين وسمك قايم الحلق شمال بعد عمل الفريز 4 من 100، وابتدي ازود زياده التشغيل اللي هو التلسين 2 في 2.5 او 2 في 25 من 1000. طبعا دي شريحه توضيحيه، ببتدي احطها في كشف الكميه بند رقم 4، ببتدي اخد الرؤوس العليا والوسطى. طب احنا ليه ما خدناش الراس السفلى؟ لان الراس السفلى عرضها 20، كل بند باخد العروس العرض والسمك المتشابهين. الراس السفلى من عرض 20 في 5 فهسيبها في بند لوحده. يبقى الرؤوس العليا العدد عندي طبعا راس عليا و4 وسطى، يبقى العدد 5، العرض 10، سمك 5، طبعا فتحه نجاره هتبقى 98، بشيل خلوص يمين وخلوص شمال، سمك الحالي بعد عمل افريز 2 في 4 من 100، زائد زياده تشغيل تلسين 2 في 25 من 1000، يديني طول الراس الواحده 95، لكن طبعا هم خمس رؤوس. طبعا بنعمل بعد كده كشف المغلق، وقبل ما نبتدي كشف المغلق قلنا اطوال الخشب اللي هجيبه من المغلق بتبدا من 3 ل 6 متر بزياده قدرها 30 سم، اما العرض بيبدا من 7.5 ل 30 بزياده قدرها 2 سم ونص، والسمك طبعا من 2 سم ونص الى 10 سم اللي هي بوصه 4 بوصه، ده الخشب المسك بتاعنا. لازم نكتب البدايه في بدايه الكشف اطوال الاخشاب، اول طبعا قطاع بشتغل عليه اللي هو قطاع 15 في 5 اللي هو خاص ببند 1 وبند 2. طبعا عندي قايمين بطول 2 متر 19 والمعبره واحده بطول متر 3. هبتدي اروح على التفصيلات واعمل لوح خشب او خطين الفرق ما بينهم 1 سم، واقسمها حتتين وحته او جزئين للقوايم وجزئيه للمعبره، 2 متر 19 قايمين ومتر 3 معبره، اجمع اللوح يديني 5 متر 41. طبعا اللي موجود في المغلق 5 متر 40، ال 1 سم انا مزود زياده تشغيل هياخد ال 5 متر 40،
يبقى احنا كده عرفنا بداية بس في الكشف المغلق. طبعا حلقتنا طبعا انتهت، هنكمل ان شاء الله بالتفصيل المؤيسات بتاعتنا، واشوفكم على خير في الحلقات القادمة ان شاء الله. تابعونا ودمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.